النهاردة بعد 51 سنة من يعني احتفالنا بعيد تحرير سيناء، وبعد أكتر من يعني خلينا نقول نص قرن حصل كده حدث تاريخي شهدته أرض سيناء الغالية امبارح بالتزامن مع ذكرى نصر أكتوبر باستقبال محطة بئر العبد أول قطار جاي من محافظة الإسماعيلية عبر كوبري الفردان أعلى قناة السويس، وهي الرحلة الأولى من أكتر من نص قرن وسط بهجة وفرحة كبيرة. في احتفالات أكتوبر من كل عام يكون هناك جديد، وجديدنا هذا العام هذا القطار جديد وقديم، توقف منذ سنوات طوال، والجديد أنه يعود للحياة مرة أخرى ليضخ شريانا جديدا في إطار التنمية الشاملة التي توليها الدولة ناحية سيناء الحبيبة. هذا القطار الذي ينطلق اليوم في تشغيل تجريبي من محطة الشيخ زايد بالإسماعيلية مرورا بالفردان ووصولا إلى بئر العبد في سيناء، إنجاز جديد وصرح جديد ويد جديدة في سبيل التنمية الشاملة لأرض الفيروز الحبيبة. إذن هو عبور جديد لمزيد من الرخاء والبناء والتعمير، فبعد توقف دام لسنوات طوال خاضت فيها مصر حربا ضروسا ضد طيور الظلام حتى قضت على جميع مفاصله، عادت من جديد لتخوض معركة البناء والتنمية. وتزامنا مع احتفالات مصر بأعياد نصر أكتوبر المجيد، أطلقت الدولة التشغيل التجريبي لقطارات السكك الحديدية بخط سكة حديد الفردان بئر العبد بطول 100 كيلومتر بسيناء كمرحلة أولى، يمتد بعدها حتى يصل العريش ثم إلى طابة. ويعد المشروع جزءا من خطة الدولة المصرية لتنمية سيناء في كافة المجالات، بالإضافة إلى أن إعادة التشغيل سيخدم منظومة نقل البضائع، وسيخدم أيضا التجمعات السكنية والصناعية والتعدينية بسيناء. هذا وقد تم التوقف بكل محطات الخط في القنطرة شرق وبلوظة وغيرها انتهاء بمحطة بئر العبد. النهاردة نقدر نقول لأي مستثمر تعال ادخل اتفضل، نقدر نقول للمصريين اللي موجودين في الوادي والدلتا أهلا وسهلا تعالوا اتفضلوا. كل وسائل المواصلات عبر ست أنفاق أسفل قناة السويس أقامتها الدولة المصرية بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي. احنا كنا الكلام ده متخطط من 2014 منذ تولي سيادة الرئيس في 30/6/2014، كل الكلام اللي انتم بتشهدوه تشوفوه ده كان مخطط من 14. عملنا الانفاق، عملنا الطرق، كل مظاهر التنميه الاخرى من مستشفيات لجامعات لمدارس لطرق لزراعه، كل الكلام ده اختتمت باهم حاجه بقى تربط كل الكلام ده وهو قطار التنميه. وكان في استقبال الوزير والمحافظين والزوار لفيف من القيادات المحليه والشعبيه بشمال سيناء. يعني حاجة مفرحة جدا، حاجة مبهجة جدا، بنتكلم عن بعد سنوات من الحرب على الإرهاب، بنتكلم عن تنمية، بنتكلم عن قطار التنمية اللي بيربط مصر من القاهرة لسيناء، بنتكلم عن استثمارات جديدة، بنتكلم عن تنمية وعن خدمات لأهالينا في سيناء.